السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محامي يوضح شروط زواج السعودية من أجنبي أو العكس. أوضح محمد العردان المحامي والمستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري في السعودية الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي أو العكس. وخلال لقاء ببرنامج سيدتي أشار محمد العردان إلى طريقة تقديم طلب الزواج قائلا الإجراءات تكون عن طرق المنصة الوطنية لإمارة المنطقة، ويتم تقديم طلب يرفع إلى وزارة الداخلية لأنها هي المخولة بالموافقة على الطلبات. وأضاف موضحا شروط الزواج من أجنبي أو أجنبية أن المادة الأولى من لائحة زواج السعودية بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية الوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة والدرجة الرابعة عشر والدرجة الخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطا أو أفرادا وأعضاء هيئة التحقيق والدعني سابقا للنيابة. يعني دولت الناس دول ممنوع انهم يتجوزوا أي أجنب واحد أجنبي. الستات اللي هم في الوظائف دي اللي احنا قلناهم دلوقتي دولت ممنوع ان هم او مش يعني مش مصرح لهم ان هم يتجوزوا واحد اجنبي من خارج السعودية. وتابع العردان شروط الزواج من اجنبية يختلف اذا كان داخل المملكة او من مواليد المملكة او من خارج. يشترط للزواج بغير السعوديين الا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عام وألا يزيد عن 70 عام، كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلق ومضى على طلاقه 6 أشهر أو تكون زوجته متوفية. وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تستطيع الإنجاب، وسجله خالي من السوابق الهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية. محمد العردان محامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري يكشف عن الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي اللي احنا قلناه قبل كده. وده الإيميل بتاع الأستاذ محمد العردان، اهو المصدر بقى اللي بتاع الخبر يا جماعة، روتانا خليجية. شوف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.